مساء الخير، اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. وهذه التغطيه المباشره على شاشه اكسترا نيوز، واللي هنخصصها بمشيئه الله للحديث عن الدور التاريخي الكبير لمصر في دعم قطاع غزه من بدايه العدوان الاسرائيلي، بالاضافه الى ان احنا نستقرئ ونتابع اخر التطورات في القطاع. معي انا رغده بكر، تابعونا. دعا مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور مجلس الأمن والمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية من أجل تأمين وقف إطلاق النار في غزة كمسألة ملحة للغاية لإنقاذ الأرواح البشرية وتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة ووقف التهجير القسري لهم. جاء ذلك في رسائل بعثها منصور إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن للشهر الحالي فرنسا ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حول استمرار العدوان الإسرائيلي على مدار ما يقرب من 100 يوم. إذن للمزيد مشاهدينا من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، أستاذ العلاقات الدولية. دكتور أهلا بحضرتك، مساء الخير. حضرتك وجميع السادة المشاهدين، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. يعني احنا لو هنتكلم عن مستهل هذا الاسبوع والاسبوع الماضي، يمكن كان اسبوع مليء بالاحداث اللي بتغير من مسار القضيه. يعني زيارات شرق اوسطيه لبلينكن، زيارات مختلفه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للاردن، القمه المصريه الاردنيه الفلسطينيه، واخرها مثول اسرائيل امام محكمه العدل الدوليه. اي من هذه التفاصيل وغيرها بالتأكيد يعني يخدم مستقبل القضية الفلسطينية برأيك؟ طبيعة التطورات المتصاعدة في الفترة الأخيرة بتعكس الحقيقة وجهة النظر المصرية، يعني طرحت منذ يعني أكثر 100 يوم مع بداية عملية التصعيد ويمكن أحداث 7 أكتوبر لحد يومنا هذا. مصر كان لديها عدد كبير جدا من التخوفات أن هناك في اتجاه لتوسيع نطاق الحرب والصراع في المنطقة، خصوصا منطقة الشرق الأوسط، يعني منطقة متأججة بالعديد من الأزمات والصراعات المختلفة، ويمكن بطبيعة الحال حجم واتساع نطاق يعني أزمة غزة الحالية بتنذر أو بتشير أن هناك في مجموعة من المصالح الأطراف الإقليمية والدولية وتحاول أن تتقاطع من خلالها بتحقيق أهداف داخل غزة، قطاع غزة بالتأكيد، ودعم وتحقيق مصالح إسرائيلية على حساب الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية من جانب، وأيضا تحقيق أهداف على مستوى الغرب ومستوى القوى الدولية. يمكن كما رأينا وفي إطار ما عمليات التصعيد كما أشرتي في الفترة الفائدة، أن هناك في يعني يمكن الزيارة الرابعة اللي بيجريها وزير الخارجية بلينكن في منطقة الشرق الأوسط، حجم الزيارات المتتالية وبالتحديد هذه الزيارة كان الحقيقة بتبرز حجم نقطتين بالتحديد، شيء من التخوف الأمريكي من اتساع نطاق الأزمة، وبالتالي يمكن عملية تمهيد كما رأينا لفكرة الضربات العسكرية اللي بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه أهداف تجاه الحوثيين في داخل اليمن. بطبيعة الحال هذا الأمر كما يعني تنبأت به مصر منذ بداية الأزمة، هناك في اتساع أكبر للمدى طبيعة التصعيد، وأيضا اشتراك أطراف مختلفة كما نرى أن الحوثيين وحتى بنتكلم ذكاء حركة حماس مدعومة من جانب إيران، وبالتالي إيران لديها أهداف وبالتالي تحركات في هذه النقاط بالتحديد. بطبيعة الحال التحرك المصري كان واضحا، يعني غير
غير يعني غير مسبوق، تحركات على مدار المئة يوم الماضية في إطار حجم كبير من اللقاءات والاتصالات، قمم مصر بتشارك فيها على المستوى العربي على المستوى الدولي، مصر تتحرك داخل الأمم المتحدة كما رأينا داخل مجلس الأمن أو داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة كذلك. كل هذه التحركات ويمكن يعني بنركز بالتأكيد على القمة التي شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة العقبة مع الرئيس الفلسطيني أبو مازن وملك عبد الله، كانت الحقيقة بتبرز فكرة التحرك المصري المستمر وأيضا فكرة وضع الرؤية المصرية نصب أعين عدد كبير جدا من الأطراف العربية في ظل أن مصر لديها انكشافية للمواقف المختلفة الإقليمية والدولية فيما يتعلق بالوضع الإقليمي الحالي. بطبيعة الحال عملية التصعيد لازالت مستمرة للأسف الشديد. كل الجهود اللي بتبذلها مصر على مدار الخمس أسابيع الماضية منذ انتهاء الهدنة الأولى لهذا التصعيد لم تنجح في ظل يعني دعم وساطة قطرية ودعم أمريكي في هذا الأمر، وجدنا في إطار محاولة إسرائيلية لتصعيد على المستوى العسكري والإعلامي والسياسي بطبيعة الحال، ويمكن الهدف الأكبر بما يقوم به عدد كبير جدا مسؤولين في إسرائيل هو محاولة أن يكون هناك دائما تصفية كاملة لحركة حماس على الأرض، وبالتالي يمكن هذه الأهداف وإن كانت معلنة ولكن نعلم جميعا حجم آخر من السيناريوهات المطروحة على مائدة صنع قرار إسرائيلي في ظل طرح سيناريوهات تتعلق بالتهجير أو فكرة نزوح الشعب الفلسطيني تجاه مجموعة من الأقاليم المجاورة، قد يكون واحدة من السيناريوهات هذه هي منطقة سيناء داخل مصر وغيرها. دكتور تفضل. طبيعة الحال يمكن مع طرحته يعني في سؤال حضرتك، وبالتالي مسؤول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية يمكن هي المرة الأولى اللي يمكن أن يكون هناك في تقاضي بمثل هذا الحجم في ظل يعني حجم تصعيد غير مسبوق، أن يكون هناك في اتهامات بتوجه لدولة إسرائيل، ونعلم طبعا الدور الكبير بتقوم به محكمة العدل الدولية في إطار القضاء الدولي على مستوى كبير، وهي أعلى درجة تقاضي داخل الأمم المتحدة. بطبيعة الحال هي بتمثل ورقة ضغط كبيرة، وبالتالي ليست فقط على مستوى إيقاف التصعيد ولكن هي عملية مكاشفة لكافة القوى الدولية أمام المجتمع الدولي. يعني تمثل ورقة ضغط دكتور لكنها غير ملزمة بطبيعة الحال، لكن البعض يعني الغير متخصص تأخذه الحماسة فيتخيل أن هذه الدعوة ربما تأخذ وقت قليل، لكن طبعا حضرتك تشرح لنا ما هي العملية اللي بتمر بها هذه الدعوة وكم من الوقت تستغرق، لكن يعني طالما بنناقش الموضوع مسألة اتخاذ التدابير ويمكن دي اللي نقدر نعول عليها أكتر، اتخاذ تدابير اللي بتحمي في الآخر حقوق المدنيين الفلسطينيين وتوقف على الأقل مؤقتا حل مؤقت نقدر نقول لهذا الدمار، ممكن تكون إيه هي التدابير الأبرز اللي يمكن اتخاذها مع استمرار هذه الدعوة ضد إسرائيل ومثلها أمام المحكمة الدولية؟ وضع يعني قرارات المحكمة دائما هي يعني في واقع الأمر هي مجموعة من القرارات اللي بتنفذ من خلال أحد الأجهزة الأكبر والأهم ومجلس الأمن اللي بتسيطر عليه دائما الولايات المتحدة الأمريكية كما نعلم، وحجم يعني حق النقد اللي استخدمته إيقاف يعني أكثر من مرة من قرار سيتم إصداره من داخل المجلس الأمن بإيقاف التصعيد في قطاع غزة يبرز لنا أن أي قرار سيتخذ من جانب المحكمة دائما سيدرج في إطار فيتو أمريكي لعدم تنفيذ أي قرارات أو حتى وجود أوراق ضغط ضد إسرائيل على المستوى السياسي، ولكن أنا معني هنا فقط هي فكرة المستوى الرأي العام العالمي والضغوط اللي بتمارس ستتصاعد مع وجود أي قرارات متتخذ من قبل محكمة العدل الدولية، لكن هناك في مسار آخر يجب أن يلخص في الاعتبار في إطار مسارات التقاضي الدولية هي محكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة أخرى بيتم التقاضي لها أمام أشخاص وليس الدول، لأن محكمة العدل الدولية بتعنى فقط بالقضايا اللي بتوجه ضد الدول كما تقدمت بها جنوب أفريقيا تجاه دولة إسرائيل، ولكن محكمة الجنائية الدولية بتتحرك من خلال عدد من أفراد وهناك عدد من الجرائم، وبالتالي قد استدرج هذه القضية إلى قضايا أخرى لعدد من الشخصيات داخل دولة إسرائيل واتهامهم بارتكاب جرائم حرب وعمليات إبادة جماعية كما نعلم جميعا،
في إطار تجاه الشعب الفلسطيني، في إطار عمليات اللي بتقام في هذا التوقيت، هو أحد أيضا التدابير من الممكن أن تمثل أوراق ضغط. التحرك اللي يجب أن يؤخذ في الاعتبار هو ما يمكن أن تقوم به عدد كبير جدا من الدول العربية وبالتالي دول المنطقة في إطار دعم القضية الفلسطينية. يعني نعلم أن مصر دائما بتحذر من كل تبعات هذه الأزمة وكل التحركات اللي بتقوم بها دولة إسرائيل وبالتالي الغرب والولايات المتحدة الأمريكية في التعامل أو التعاطي مع هذه الأزمة. في واقع الأمر أن التدابير المطلوبة في هذا التوقيت هو محاولة التأكيد بصفة مستمرة على إيقاف أي سيناريو خاص بتصفية القضية الفلسطينية، وده بتؤكد عليه مصر بصفة مستمرة. الهدف الرئيسي من عملية التصعيد في هذه الأزمة هو تصفية القضية الفلسطينية في توقيت بترى إسرائيل فيه هو التوقيت الأفضل أن تقوم فيه من إزاحة سكان قطاع غزة واتجاه في وقت آخر إلى الضفة، محاولة أن تجد أو تبرز أمام دول العالم أن لا توجد قضية فلسطينية في الأساس ولا يوجد شعب فلسطيني، وبالتالي الحديث عنهم هو أصبح هو حديث من الماضي، وبالتالي الأمر الواقع بيقول غير ذلك في ظل سيطرة إسرائيل على كافة الكل من الضفة وغزة بشكل كامل. التعامل الأقليمي أو بالتحديد التعامل العربي بهذا الأمر يجب أن يتم في إطار تصعيد أقوى منها في هذا الإطار، وبالتالي باستخدام أوراق ضغط في عملية التصعيد. يجب أن نأخذ في الاعتبار نقطة أخرى في غاية الأهمية لو سمحتي لي، فيما يتعلق بعمليات التصعيد اللي بدأتها الوطن الأمريكية في منطقة البحر الأحمر، في منطقة شديدة الحساسية في هذا التوقيت. نقطتين متقاطعتين في وقت حساس، في وقت غاية الحساسية، أحدهم هو بيتعلق بمحاولة إثيوبيا التدخل في منطقة سوماليا لاند، وبالتالي وجود ورقة ضغط مهمة جدا في إطار مجموعة ملفات خصوصا فيما يتعلق بالأمن القومي المصري، وأيضا تحرك آخر قادة الولايات المتحدة الأمريكية مع القوات البريطانية تحقيق مجموعة من أهداف داخل اليمن وبالتحديد الحوثيين. وفي واقع الأمر يعني هذين الورقتين لا يختلفان عن بعضهما البعض في ظل عملية التصعيد ستؤدي إلى تأجيج منطقة في غاية الأهمية والحساسية عدد من الدول المنطقة، وبالتالي خصوصا أن منطقة البحر الأحمر هي منطقة يعني تجارية ومسار تجاري هام في المقام الأول من قناة السويس والبحر المتوسط ورابط ما بين مناطق كبيرة جدا في جنوب شرق آسيا وأوروبا ومن ثم الأمريكتين. في واقع الحال أن هذا التصعيد يأخذ أيضا مسار من المسارات اللي من خلالها تريد الولايات المتحدة الأمريكية التأكيد على التواجد في الشرق الأوسط، ومحاولة تصفية أحد الجماعات أو أحد النقاط أو البؤر اللي هي دائما بتستهدفها الحوثيين كما استهدفت إسرائيل حماس في هذا التوقيت بالتحديد منذ شهرين. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا. في ختام هذه المداخلة دكتور محمد عبد العظيم الشيمي أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك. إذا نتابع مشاهدينا معكم الأخبار. توصلت الردود الدولية الرافضة للتهجير القسري لسكان غزة. أعرب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث عن قلقه إزاء تصريحات صدرت مؤخرا من وزراء إسرائيليين بشأن خطط لتشجيع النقل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين من غزة وإلى دول أخرى. رفض قاطع عبرت عنه الأمم المتحدة لمحاولات التغيير الديموغرافي في فلسطين، وحذرت من مخاطر الترحيل القسري بقطاع غزة. وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث عبر عن قلق المنظمة الدولية من تصريحات حكومة الاحتلال بشأن ترحيل الفلسطينيين إلى دول أخرى تحت اسم الهجرة الطوعية، مؤكدا رفض الأمم المتحدة أي محاولة ترمي إلى تغيير التركيبة السكانية في قطاع غزة. ولفت المسؤول الأممي إلى أن مراكز الإيواء فاضت والمياه والغذاء على وشك النفاد، مبينا أن 134 منشأة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا تعرضت للقصف من قبل جيش الاحتلال، وهو ما أدى إلى تعريض العاملين في مجال المساعدات الإنسانية لخطر جسيم. من جانبها صرحت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إيلز براندس كارس أن التهجير القسري الجماعي بدأ في 12 من أكتوبر الماضي عقب إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلي أمر إخلاء الجزء الشمالي من غزة.
وأشارت إلى أن 90% من المجتمع في غزة يواجه انعداما حادا في الأمن الغذائي، لافتة إلى أنه يمنع تجويع المجتمع المدني كأسلوب من أساليب الحرب. كما شددت المسؤولة الأممية على ضرورة عدم منع عودة الفلسطينيين الذين طردوا قسرا من مناطق بغزة، مشيرة إلى أنه يجب توفير ضمانة قوية تمكن هؤلاء الأشخاص من العودة إلى منازلهم. للمزيد أيضا مشاهدينا من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية. دكتور أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بفندم بحضرتك وكل السادة المشاهدين. أهلا وسهلا. يعني إحنا نتحدث طبعا عن الموضوع الأهم، موضوع الساعة يمكن وله أيام، مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. من ناحية أخرى، هل من الممكن أن يزج باسم واشنطن باعتبارها متواطئة في هذه الحرب؟ وإذا كان نعم، يعني هل الإدارة الأمريكية لديها أي تخوفات من إدانتها مع إسرائيل، بالذات أن إحنا تابعنا في أخبار مختلفة من وسائل إعلام غربية أنه كان هناك محاولات من مسؤولين أمريكيين للضغط على محكمة العدل الدولية أو الضغط حتى على الحكام للتراجع قبل طبعا بدء انعقاد الجلسات، برأيك دكتور؟ يعني محكمة العدل الدولية هي دي بتمثل يعني الفرصة الأولى أو يعني الأول مرة في تاريخ إسرائيل تبقى في قفص الاتهام. بمعنى أدق إن الأدلة الجنائية اللي تم استناد جنوب أفريقيا ليها وفي توجيه اتهامها لإسرائيل هي متمثلة في الجرائم اللي عملها الجيش الإسرائيلي نفسه. ومن ثم الولايات المتحدة الأمريكية جنائيا أمام محكمة العدل الدولية لا تحاسب، لكن سياسيا هي تحاسب. سياسيا تحاسب لأن هي اللي بتوفر لها الدعم السياسي غير المشروط، وبالتالي بتوفر لها الكفر للاستمرار. لأن خدي بال حضرتك، المحامي البريطاني اللي بيدافع عن إسرائيل في محكمة العدل الدولية هو دلوقتي في المذكرة بتاعته استند على أن الأنفاق اللي البنية التحتية اللي إسرائيل بتدمرها هي نفسها البنية التحتية اللي حماس بتستغلها في تشكيل تهديد على إسرائيل. ومن ثم هنا في لعب بالتقارير زي ثغرات القانون كده، وبالتالي حتى لو في حكم مؤقت من محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، ده هيشوه سمعتها بشكل دولي، وفي نفس الوقت يعني هيقود فرص انتشار القوى الناعمة الإسرائيلية في أكثر من دولة في العالم. خدي بال حضرتك والسادة المشاهدين إن اللي حرك الموضوع ده مش دولة إقليمية في الشرق الأوسط، ولا حتى يعني ده دولة أفريقية. وده بيعكس إيه؟ بيعكس إن الصورة الذهنية اللي إسرائيل فضلت تبني فيها على مدى سنوات طويلة من بعد أكتوبر 73 عشان تحسن التواجد الإسرائيلي في قارة أفريقيا، الصورة دي بدأت دلوقتي تتآكل بسبب حرب إسرائيل أو جرائم إسرائيل تجاه الفلسطينيين. عشان كده ده بيمثل يعني امتثال إسرائيل لمحكمة العدل الدولية. حتى القرار بتاعها فندم، يعني القرار طبعا هو لو هنتطرق للجانب السياسي بيبقى فيه عدم إلزامية، مفيش إلزام للقرار بتاع محكمة العدل الدولية، لكن التداعيات السياسية أو الخسائر السياسية هتكون كبيرة جدا على إسرائيل، وكأن الحكومة المتطرفة اللي موجودة حاليا خسرت إسرائيل ما لم تخسره أي جبهات عدائية أخرى على المستوى السياسي. يعني وحضرتك بتتكلم عن التداعيات السياسية والخسائر السياسية وانعكاس مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، ربما زي ما بنذكر أنها غير ملزمة، لكن واضح أنه في خسائر، ربما من أبرزها أنه زي ما ذكرت حضرتك مستهل الكلام أنها سابقة قانونية أصلا مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وبالتأكيد ده بيضر بسمعتها دوليا. إيه أبرز الخسائر أيضا وتداعيات من وجهة نظر حضرتك دكتور؟ يعني هو طبعا من ابرز الخسائر لاسرائيل، انا عايز يعني خلينا اتكلم بصراحه ووضوح اكثر. اسرائيل فضلت يا فندم على مدى سنوات طويله، اولا الفكر الصهيوني عشان يبقى مرحب به في ظل بيئه المفروض كانت بيئه معاديه لازم يوجد مصلحه لكل طرف من الشرق الاوسط في التعاون معاه، وده ظهر بشكل مؤخر في اتفاقيات التطبيع اللي اسرائيل عملتها مع دول الخليج. الشيء الأكثر من كده إن إسرائيل نفسها كنموذج أيدل ستاندرد كانت بتروج ليه في العالم، خاصة في الدول النامية زي الدول الأفريقية. المسألة إن إسرائيل بتعتمد على بيئة التقدم العلمي والمنتجات التكنولوجية اللي هي بتصنعها. طيب إذا كان دلوقتي نتيجة جرائم الإبادة الجماعية اللي اتعملت وامتثال إسرائيل لمحكمة العدل الدولية حصل رد فعل على مستوى الجماهيري
تجاه الصورة الزينية أو تجاه إسرائيل. ويمكن رد الفعل هنا تمثل في أكبر دولة من حيث عدد السكان وهي مصر في المقاطعة للمنتجات الأمريكية بصفتها داعمة لإسرائيل، وعلى سبيل المثال يعني الشركات اللي وفرت وجبات للجيش الإسرائيلي وهكذا. المسألة على اللونج تيرم بقى أو يعني الرؤية بعيدة المدى، ده هيشكل خسائر لإسرائيل. الخسائر هنا بتكمن في خسائر اقتصادية وخسائر سياسية يمكن بتنطلق من خسائر دبلوماسية القوى الناعمة على مستوى إقليمية بعيد. لأن ما يحدث أو ما سعت ليه جنوب أفريقيا، جنوب أفريقيا دولة إقليمية في منطقة الجنوب الأفريقي ولها مصالح عدة مع دول كتير في جنوب القارة، ومن ثم جنوب أفريقيا، وأنا بأكد لحضرتك قبل ما تتجه لمحكمة العدل الدولية بالتأكيد نستقط مع الدول الموجودة في الاتحاد الأفريقي. عشان كده المسألة هنا إن وارد جدا يحصل تكتل أفريقي مناهض أو تكتل أفريقي بيعكس الإرادة السياسية الأفريقية المتمثلة من إرادة الجماهير نفسها أو حالة الرفض الجماهير للجماهير الأفريقية تجاه الممارسات اللي بتعملها إسرائيل. وجزء من الموضوع ان مصر اصلا يعني في محيط افريقيا، وبالتالي مصر بتلعب دور كبير يا دكتور في هذه المساله، يعني متصدره للمشهد خلينا نقول اكثر من غيرها، وتقوم بفكره الاتزان الدولي طيله التوقيت. لكن خليني انتقل معاك لنقطه مهمه، وهي الشائعات اللي الاسرائيليه في مواجهه الدور المصري الاهم اللي يمكن شفناه مش بس من يوم 7 اكتوبر وانما من قبل ذلك. مصر خبيره جدا في ملف اداره الازمه فلسطينية. كانت يعني هذه الشائعات على جانبين، الجانب الإنساني والجانب الأمني، من ضمنها أنه مصر وافقت على التهجير القسري للفلسطينيين لكن بمقابل مادي. مصر كان لها ردود بالتأكيد على كل هذه الشائعات، ومنها هذا البند اللي بذكره لحضرتك. إيه كانت أبرز الردود؟ يعني هي المسألة طبعا هو في البداية زي ما حضرتك ذكرتي مصر لها دور إفريقي، بس هم بينظروا لمصر على أنها دولة عربية لها عمق إفريقي، بمعنى أدق أن طبعا بجانب بقى عن الكلام ده، مصر في الملف وخصوصا برد على الشائعات اللي حضرتك ذكرتيها، لا مصر من أول يوم اتحركت. يعني هي أساسا لو كان في نية مبيتة في حاجة زي كده مصر ما كانش رئيس الجمهورية طلع بنفسه واتكلم في إيه، اتكلم في موضوع التهجير وأعلن رد مصر القاطع للتهجير عشان وردها لتصفية القضية الفلسطينية، وفضح الجانب الإسرائيلي بأن حماس اللي إسرائيل عمالة تروج أن هي هدف ليها وأن هي عاملة الحرب دي ضد حماس، لا دي حماس دي هي وسيلة لتحقيق الهدف الآخر اللي هو تصفية القضية الفلسطينية. ومن ثم وجود حماس في حد ذاته هو مبرر لعملية العمليات الإبادة الجماعية اللي إسرائيل بتعملها. على الجانب الآخر لو كان هناك نية لكده ما كانتش مصر فتحت فقط لاستضافة الناس اللي هم استجابة للنداءات الشخصية أو النداءات الإنسانية في علاج المصابين، وبالتالي المسألة هنا ما كانتش مصر نسقت مع الأردن في رفض القاطع للتهجير الفلسطينيين، لأن هنا المسألة هيترتب عليه تمدد استيطاني لينول قطاع غزة وينول الضفة الغربية. ما كانش رئيس الجمهورية رد وقال إن لو في نية للتهجير ففي صحراء النقب، وبالتالي المسألة هنا هو الشائعات دي، ده للأسف اللي هي دبلوماسية المسار الثاني، إن أنا عايز أعمل أروج لحالة أو أصنع زي ما بصنع اليأس عند الفلسطينيين، أنا عايز أصنع حالة من عدم الثقة عند المصريين. وبالتالي المسألة وده فكر صهيوني، ده لازم يترد عليه بمنظومة الوعي بقى، الوعي المجتمعي هنا تجاه القيادة السياسية والوعي السياسي أيضا. الجانب الفكر الصهيوني هو بيستغل أي فرصة لصالحه، لو لقى تعطيل في تحقيق أهدافه يحاول يمرر التعطيل ده أو يقوده. عشان كده التعطيل في تحقيق حلم الدولة العبرية من اللي بيحصل هو وجود مصر، وبالتالي مصر بدورها نسقت مع الأردن. مصر لما جابت أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة فضحت صحيح إسرائيل على مستوى العالم. عشان كده مصر دلوقتي في السياسات المصرية اللي بتحصل هي بالمناسبة التنسيق المصري الأردني دكتور لم يتوقف أبدا، وفي يعني علاقات قوية منذ يعني من قبل 7 أكتوبر، يمكن منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني بذكرك على المواقف المصرية الأردنية، إزاي بتشوف المواقف المتكاتفة بين الدولتين والتنسيق في هذا الأمر فيما يخص الأزمة الفلسطينية؟ هو أحيي حضرتك جدا على السؤال ده، لأن مصر والأردن هما دولتين عارف حضرتك هما الكماشة لإسرائيل، وبعنا أدق، وده يعني هي في حدود إسرائيل من الجهة الشرقية أو الشمالية والجنوبية،
وبالتالي المسألة هنا احنا قطاع غزة زي ما هو مشترك مع مصر في جزء من الحدود، الضفة الغربية مشتركة مع الأردن في جزء من الحدود على مساحة 97 كيلو. نعم. ومن ثم سيناريو التهجير نفسه هو امتداد لعملية الاستيطان الإسرائيلي، لأن بقى خليني يعني أوضح لحضرتك أكثر والسادة المشاهدين، أنا عندي الفكر الصهيوني نفسه هو في أدبيات الفكر الصهيوني كل 25 سنة كل ربع قرن بيحصل له تمدد. التمدد ده عشان يحدث لازم يستخدم القتل والعنف والإبادة، ولنا في صبرة وشكيلة يعني خير مثال. المسألة هنا إن اللي بيحصل في غزة مصر ما سكتتش عنه ونوهت للأردن بأن اللي هيحصل في الضفة الغربية عندك هو هيبقى كوبي بيست من اللي بيحصل في غزة، عشان كده من مصلحة الأردن أن هي تتكتف مع مصر في موقفها من اللي بيحصل في غزة، وإلا هيدفع هو عنده الثمن نفسه من اللي ممكن يحصل عنده في الضفة الغربية، ومن ثم اللي هنا بيحصل تكاتف أو تنسيق مع القوى الكبرى، عشان كده حصل لقاء ما بين رئيس الجمهورية ووزير الخارجية أنتوني بلينكن. نعم أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور، يعني يمكن توقفنا عند أبرز الأخبار الأهم الأخيرة فيما يخص الأزمة الفلسطينية، بشكرك شكرا جزيلا على التوضيح دكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا نستكمل الأخبار مع حضراتكم. استشهد وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين في قصف لطائرات الاحتلال ومدفعيته على عدة مناطق في قطاع غزة. أكدت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد 20 مواطنا جراء الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي على خان يونس جنوبية قطاع غزة. كما استشهد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزل لعائلة في مدينة في غزة، فيما لا يزال نحو 20 شخصا في عداد المفقودين. للمزيد مشاهدين أيضا من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية. دكتور مساء الخير. نور افندم اهلا بك واهلا بالسادة مشاهديك. اهلا بحضرتك. يعني في هذه الفترة من التغطية بنستقرئ سويا الشائعات الإسرائيلية في مواجهة الدور المصري الأهم ربما والأكثر تأثيرا فيما يخص القضية الفلسطينية. كان من ضمن هذه الشائعات إعاقة وصول المساعدات من معبر رفح، ويمكن في الأساس معبر رفح دائما مفتوح منذ بدء الأزمة، ومصر في الأساس كانت هي اللي بتساعد حتى الدول العربية اللي حابة تدخل مساعدات أو بتقوم بالتنسيق في هذه المسألة. إذن كيف ترد مصر دائما على اتهامات ليس لها أساس من الصحة كهذه؟ طبعا بتتخذ إسرائيل سياسة واضحة وهي سياسة الهروب إلى الأمام، على اعتبار أن ما حدث من الفريق القانوني من دفاع دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية ما هو إلا تهرب من المسؤولية، وعلى اعتبار أن إسرائيل تتحمل يعني هناك ضغوط كبيرة في الداخل الإسرائيلي على حكومة نتنياهو، وبالتالي هي تسعى إلى أن تقوم بالعمل على إحداث توترات في المنطقة تفضي إلى بقاء هذه الحكومة لأطول فترة ممكنة. الدولة المصرية لا أحد يستطيع أن يزايد عليها، الدولة المصرية تحلت بصبر أيوب في التعامل مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكانت أكثر دولة معنية بصناعة السلام في العالم وفي الشرق الأوسط، باعتبار أن القيادة السياسية المصرية ومنذ اللحظة الأولى أخذت على عاتقها العمل على كسر الحصار عن قطاع غزة، وقد شاهدنا وبشكل متتالي ومتزامن كيف كان لجيش الاحتلال الإسرائيلي صعوبات واضحة ووضع العراقيل أمام دخول المساعدات إلى من معبر رفح إلى معبر العوجة، أي أن هذه المساعدات تسير لأكثر من 100 كيلو ثم تتجه إلى قطاع غزة وفي الداخل القطاع، وبالتالي الدولة المصرية يعني سعت وبكل قوتها إلى إظهار أنها دولة صانعة للسلام، دولة تستطيع أن تلعب أدوار كثيرة ومركبة، وشاهدنا المؤتمرات الصحفية المتتالية التي عقدت لكبار القادة العالميين، شاهدنا يعني سكرتير عام الأمم المتحدة، شاهدنا رئيس وزراء بلجيكا ورئيس وزراء أسبانيا باعتباره الرئيس الحالي لرئاسة الاتحاد الأوروبي، وشاهدنا أيضا فون فاندرلاين، وشاهدنا مؤتمر صحفي عالمي عقد من الهيئة العامة للاستعلامات المصرية وبمشاركة أكثر من يعني 500 وسيلة إعلام دولية كدلالة واضحة على أن
ليس هناك ما تخفيه، ولكن إسرائيل وفي إطار نهجها الواضح وتأكيد الأكاذيب والمزاعم الإسرائيلية الواضحة تسعى إلى تحميل مصر يعني مسؤولية لن تقع على عاتقها. الدولة المصرية لم تغلق معبر رفح ولو لثانية واحدة، وشهدنا أن إسرائيل قامت بقصف المعبر من الداخل من الجانب الفلسطيني أكثر من 4 مرات متتالية، كدليل واضح على أن هناك خطة ممنهجة وسعي دؤوب، بالإضافة إلى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي قال فيها وزير الدفاع الإسرائيلي وبمنتهى الفجاجة والوضوح أنه سيقوم بقطع المياه والكهرباء والوقود وكل شيء تمت لي مظاهر الحياة بصلة، كدليل واضح على أن هناك رغبة حقيقية من دولة الاحتلال الإسرائيلي لفرض حصار وتجويع، بالإضافة إلى وجود أيضا يا فندم احنا بنتحدث على فرض هذه المزاعم الكاذبة، هناك أكثر من 5 معابر أخرى، يعني معبر القرارة ومعبر بيت حنون وأيضا معبر صوفا ومعبر كرم أبو سالم، كلها معابر تضع يعني موجودة تحت يد الاحتلال الإسرائيلي، وكان ومن المفترض أن دولة الاحتلال الإسرائيلي هي المسؤولة عن قطاع غزة لأنها سلطة احتلال، وهي من المفترض أن تقوم بإدخال هذه المساعدات إلى داخل قطاع غزة. ونحن نتحدث دكتور عن المساعدات، يعني مصر دائما تقوم بدور مهم ومتزن لكل البلدان الشقيقة ليس فقط فلسطين، لكن على ذكر الأزمة الفلسطينية، هل حجم المساعدات الذي قدم إلى فلسطين هو الأكبر ربما في تاريخ المساعدات التي قدمتها مصر لأي دولة مثيلة أخرى؟ يعني مصر بتعتبر الشعب الفلسطيني هو جزء من الشعب المصري، والقضية الفلسطينية هي قضية مصرية بامتياز، وفي الأساس الدولة المصرية وعلى مدار تاريخها هي تحملت العبء الأكبر سواء إنسانيا أو سياسيا في دعم القضية الفلسطينية. وهنا أتذكر أن قطاع غزة تعرض لأكثر من 5 اعتداءات متكررة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، لم تنجح دولة في العالم في فرض إرادتها ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلا الدولة المصرية، بالإضافة إلى أننا لابد أن نتذكر الاعتداء الأضخم في مايو 2021 وكيف نجحت الدولة المصرية في وقف إطلاق النار وتثبيت وقف إطلاق النار، إدخال أكثر من 3250 طن من المساعدات الإغاثية والإنسانية، وليس هذا فقط ولكنها اتجهت لتقديم منحة $500 مليون في ظل أوضاع اقتصادية عالمية كارثية، بالإضافة إلى بناء الكثير من الوحدات السكنية. وشاهدنا صور الرئيس السيسي ترفع لأول مرة كرئيس مصر، ترفع صوره على اللوحات الإعلانية داخل قطاع غزة كدليل قاطع على أن هناك مكانة كبيرة للدولة المصرية ولقيادتها السياسية في داخل القطاع. وبالتالي هذه التصريحات التي خرجت من فريق الدفاع القانوني ما هي إلا محاولة زرع فتنة بين الشعب المصري والشعب الفلسطيني، وهذا لن ينجح لأن الأرضية صلبة وقوية وقائمة على ثوابت تاريخية ودعم تاريخي لا يستطيع أحد أن يزايد عليه. نعم، يعني لو بنتحدث أيضا عن المحاكمة الأهم ويمكن هي سابقة خلينا نقول لمثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، حضرتك تكلمت أن إسرائيل دائما حتى في مواقفها تجاه مصر بتقوم بحيل، يعني حيل دبلوماسية، حتى في أثناء اتهامها وفي أثناء مثولها أمام محكمة العدل الدولية لازالت تقوم بنفس هذا الدور. يعني كلنا شفنا خطاب نتنياهو بعد يعني إصدار الدعوة بشكل واضح يلجأ للحيل الدبلوماسية للخروج من ورطة الاتهامات خلينا نقول الثقيلة التي توجه له ولإسرائيل. أبرز هذه الحيل اللي توقفت عندها وبالتأكيد حضرتك شفت الخطاب، يعني نتنياهو يعلم علم اليقين أنه قد مات إكلينيكيا سياسيا داخل إسرائيل، وبالتالي ليس من مصلحته بأي حال من الأحوال رمي ما يحدث إلا على توسيع دائرة الصراع والسعي وبشكل كبير من خلال نسج الكثير من الأكاذيب والمزاعم، فليس من المنطق أن ننتظر من الكاذب أن يتحدث عن الصدق، وليس من العقل ولا من المنطق أن ننتظر من الخائن أن يتحدث عن الأمانة، هذه أخلاقهم، ولكن أخلاق المصريين وأخلاق القيادة السياسية المصرية دائما ما تتسم بالشرف في زمن عز فيه الشرف، وبالتالي إسرائيل تريد أن تتهرب من المسؤولية القانونية أمام محكمة العدل الدولية لأن هذه الجريمة وضعت
دولة الاحتلال الإسرائيلي كدولة وليس أفراد، لأن محكمة العدل الدولية هي مختصة بمحاكمة الدول وليس الأفراد عكس المحكمة الجنائية الدولية. وبالتالي أرى أن نتنياهو يسعى إلى التهرب من المسؤولية القانونية المثبتة ليس فقط من 84 دولة مقدمة من فريق الدفاع في جنوب أفريقيا، ولكن أمام شاشات التلفاز، لأن الجرائم التي ارتكبت كإبادة جماعية دولة الأبرتايد دولة إسرائيل ارتكبت الكثير من جرائم الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، وليس لديه مخرج قانوني، باعتبار أن هذه المحاكمة ستضع إسرائيل في ورطة سياسية ودبلوماسية وقانونية كبيرة مع الكثير من الدول، وستوسم إسرائيل مدى العمر إذا صدر حكم بأن هذه الدولة هي دولة إبادة جماعية، وبالتالي هذا النعت أو هذه الصفة لن تستطيع إسرائيل أن تخرج منها. ولكن هذا سيحتاج وقت، ولكننا الآن نبحث من خلال محكمة العدل الدولية عن تدابير مؤقتة أو إجراءات احترازية أو الشق المستعجل في هذه الدعوة التي لابد أن يفضي إلى ضرورة إدخال المساعدات. نحن لو نظرنا للدعوة لمقدمها جنوب أفريقيا هي تدحض الإدعاءات الكاذبة من جانب إسرائيل، لأنها تطالب بزيادة إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى داخل القطاع، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار، وهو ما ينفي تماما يعني الأكاذيب والمزاعم الإسرائيلية للدولة المصرية. نعم، أنا بشكر حضرتك يا دكتور. دكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا على الهاتف، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا نستكمل وإياكم الأخبار، حيث أعلنت الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 23,843 شهيدا و 60,317 إصابة منذ 7 من أكتوبر الماضي. أوضحت أيضا أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 135 شهيدا و 312 مصابا خلال 24 ساعة الماضية. قالت الصحة الفلسطينية أيضا إن الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي جعلت واحدا من بين 20 مواطنا في قطاع غزة شهيدا أو جريحا أو مفقودا. طلب الفلسطينيون في أحد المخيمات في خان يونس منظمات حقوق الإنسان بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي ومعاقبته على الجرائم التي ارتكبها في قطاع غزة. ندد الفلسطينيون أيضا بازدواجية العالم الغربي في تعامله مع القضية الفلسطينية. نتابع. في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة، يعاني الفلسطينيون في المخيمات من مرارة العيش والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين في القطاع. كل سنة تقوم إسرائيل بالهجوم على الناس المواطنين المدنيين العزل، فهمت علي؟ ترتكب الجرائم والمجازر، فهمت؟ حتى يومنا هذا، فهمت علي؟ تقوم إسرائيل برسالتنا، فهمت علي؟ إن إسرائيل ترتكب المجازر بالطائرات بالدبابات بالقصف. هنا في أحد المخيمات بخان يونس يناشد الفلسطينيون منظمات حقوق الإنسان محاسبة الاحتلال الإسرائيلي ومعاقبته على الجرائم التي ارتكبها، خاصة أن كل شيء موثق بالأدلة والصور والشهادات. نرجو من المنظمات الحقوقية أن تقوم بمحاسبة ومعاقبة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم التي ارتكبها في قطاع غزة، التي هي كلها موثقة بالدليل والصور والشهادات. يقومون بتعرية الرجال، وهذه الصور تم تصويرها عن طريق الصحف الإسرائيلية، ليست صحف عربية أو صحف تابعة للمقاومة، بل هي صحف تابعة للإذاعة الإسرائيلية، توثق كيف يتم الاعتداء على الأطفال والنساء، وكيف يتم تفجير المنازل، وكيف يتم تعرية الرجال وخلع ملابسهم في العراء في الطقس البارد. وهذا كله ينافي حقوق الإنسان وينافي تطلبات ومتطلبات حقوق الإنسان. لذلك نرجو من المنظمات العالمية وخاصة منظمة العفو الدولية أن تحاسب إسرائيل على كل ما ترتكبه من جرائم حرب التي تقوم بها في قطاع غزة. وندد الفلسطينيون بازدواجية العالم الغربي في تعامله مع القضية الفلسطينية والأزمة الروسية الأوكرانية. هم بيرتكبوا جرائم بحق الشعب الفلسطيني من 48، عندما الفلسطيني جاي دافع عن أرضه هم قلبوا ضدنا.
يعني لما روسيا حاربت أوكرانيا قالوا هذه إيش؟ هذه جرائم حق الأطفال. إحنا لما جينا ندافع عن حقوقنا وعن أرضنا هم إيش حكوا؟ هم حكوا إنه هذه إيش؟ جرائم ضد الإسرائيليين، يعني واللي هم لهم ما حد بعمله. معاناة النازحين التي يكابدها معظم أهالي غزة، فقم من تأثيرها برودة الطقس التي حلت مع الشتاء، خاصة وأنهم يقيمون في العراء في ظل نقص حاد في الملابس والأغطية. عودة مشاهدينا، وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة إيمان زهران، أستاذة العلاقات الدولية. دكتورة مساء الخير. أهلا وسهلا بحضرتك، مساء الخير. مساء النور. بعض المواقع المعارضة لمصر وبالإضافة لذلك يعني الصحف الإسرائيلية بتقوم بدور يعني البلبلة ونشر شائعات لتقلل من الدور المصري الأهم ويمكن الأبرز في مساندة هذه القضية الفلسطينية. احنا عندنا العديد من الأدوار يعني خلينا نقول تبدأ ولا تنتهي. سؤال حضرتك دكتورة، إزاي مصر بترد على مواقف كهذه؟ بالفعل يمكن رصدنا خلال الفترة الأخيرة، يمكن الساعات الماضية، العديد من الكتاب الإلكترونية، كذلك التصريحات الضمنية اللي تحمل المعنيين من داخل تل أبيب والعديد من المواقع الأجنبية كذلك للتقليل والتقديم من الدور المصري، محاولة التشويش كذلك على الآليات المصرية والتصورات المصرية، كذلك الدور الحيوي اللي بتلعبه مصر. لكن في المقابل كان هناك رد حاسم، سواء رد رسالة مباشرة من جانب وسائل الإعلام المصرية، كذلك من جانب الحكومة المصرية. نعم. في بيان رسمي واضح عن الدور المصري وتكذيب لكافة الانتهاكات الإعلامية أو ما يسمى بالحرب السيكولوجية اللي تمت من خلال الكتائب الإلكترونية الممنهجة من جانب جيش الاحتلال وما غيره، كنوع من التسويف في القضية، خاصة وإن القضية أصبحت تأخذ مجرى آخر ليس فقط على مستوى الإقليم، ولكن تم تدويل القضية بالحديث عن العديد من المنصات الدولية، أصبحت يتم الحديث عنها مرارا وتكرارا، القضية الفلسطينية، الحديث عما يتم داخل أروقة محكمة العدل الدولية حاليا، الحديث كذلك عن الزيارات المتباينة سواء من جانب رموز ومراكز الثقل الدول الأوروبية بجانب الولايات المتحدة الأمريكية. أمس اختتم بلينكن زيارته للمنطقة، واختتم في القاهرة في إطار أو في إشارة لعدد من الرسائل، وهو استعراض ما تم خلال زيارته لكافة الأقطار العربية بجانب تل أبيب، محاولة للتوصل لتفاهمات وتصورات مصرية أمريكية، بناء تفاهمات مشتركة عن آليات الحل والخروج بمخرج وسط للأزمة الحالية، خاصة وأنها لم تعد التهديدات الأمنية للأزمة أو الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وعلى قطاع غزة في المقام الأول لم يعد داخل الإقليم ارتدادات ولم تعد تمس الأمن. لكن هذه الزيارة دكتورة إيمان هي ثانية في أقل من شهرين، وطالما هي زيارة شرق أوسطية فبالتالي من المهم أن يعني تكون النقطة الرئيسة لزيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى مصر. سؤالي برضو في هذه النقطة، ما الذي أتى به بلينكن مختلف عن الزيارة التي مضت، أو ما الرسالة التي كان يريد أن وجهها مختلفة لمصر وللرئيس السيسي عن الزيارة التي سبقتها؟ هي لم يوجه رسالة، ولكن تم استعراض زيارته من جانب، يعني هي لم تكن رسالة واضحة للقاهرة، ولكن استعراض لمجمل الزيارة التي تمت ومجمل الزيارة والأهداف التي تم استعراضها في القاهرة، وتم كذلك بناء تفاهمات وكذلك نقل التصورات المصرية سواء القيادة الأمريكية أو كذلك للقيادة في جانب إسرائيل. دي نقطة. النقطة الثانية محاولة الخروج لآليات حل، خاصة وأن تم الحديث حاليا عن التصورات المصرية أو المرئيات المصرية اللي تم الدفع بها إبان قمة القاهرة للسلام الخاصة بالمسارات الثلاثة، بدءا من وقف إطلاق النار، إدخال المساعدات بصفة مستمرة ومستدامة، والانتقال للمسار الثالث اللي بيتعلق بعملية التفاوض السياسي وحل الدولتين وفقا لحدود 67. يمكن ده مجمل الأساس لزيارة بلينكن، جنبا إلى جنب محاولة الوصول لتفاهمات مشتركة
فيما يتعلق بالأخطار الأمنية أو الارتدادات المباشرة للحرب على غزة، خاصة فيما يتعلق بما يتم من توترات أمنية في منطقة البحر الأحمر، خاصة وهي نقطة فاصلة ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وحركة التجارة العالمية، لكن كذلك بالنسبة لمصر فيما يتعلق بحركة الملاحة في قناة السويس، محاولة لخلق تفاهمات وتوائمات أمنية. وذلك بالنظر إلى أن كذلك الولايات المتحدة الأمريكية تترأس تحالف حارس الازدهار، وهي نقطة تتعلق بالتنسيقات الأمنية المشتركة في ذلك الخصوص، لكن لا ننفي أن الزيارة توجهت بشكل أساسي محاولة لاستعراض آليات الحل للخروج من الموقف الحرج، خاصة ونتحدث عن تفاقم الأوضاع الإنسانية وتفاقم الأوضاع السياسية والأمنية في قطاع غزة، محاولة الخروج كذلك من جانب إسرائيل. يمكن الولايات المتحدة الأمريكية لا تنفي صفة دعمها لإسرائيل، لكن بدأ أن يتم هناك مرونة في الخطاب السياسي الأمريكي حينما يتحدثوا عن الدعم، لم يعد هناك دعم مطلق ولكن يتم التحديث عن الدعم بشكل ما أو بآخر. يمكن ده بصفة أساسية اللي تم رصده في العديد من الخطابات السياسية، نعم، على الرغم من حالة الانقسام ما بين النخب في داخل الكونغرس الأمريكي وداخل الحكومة الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن لازال الخطاب السياسي يحمل الكثير من المرونة في آليات الدعم. يمكن ده من أبرز الرسائل اللي تم مناقشتها بصفة ثنائية ما بين بلينكين وفخامة الرئيس، نعم، محاولة للعودة مرة أخرى للمرئيات المصرية في إدارة الصراع القائم وآليات التسوية وترتيبات ما بعد اليوم التالي لغزة، وترتيبات ما يمكن البناء عليه في حال أن تم التوافق. يعني كما كنت أشرح في سؤالي حضرتك دكتورة إيمان، أنه التوقف عند مصر هي نقطة مركزية مهمة لدور مصر الرئيس في هذه القضية الفلسطينية، ليس فقط لالتصاق الحدود وإنما لدور مصر الرئيس والمتزن في هذه القضية وللإقليم بشكل عام. بشكرك شكرا جزيلا دكتورة إيمان، أستاذة العلاقات الدولية، كنت معنا على الهاتف. مشاهدينا الكرام، نصل معكم للختام كالمعتاد، دائما يعني بنستقرئ ونوضح الأخبار الأهم فيما يخص القضية الفلسطينية اللي بنسأل الله بإذن الله أنه تكون يعني نهايتها قريبا، بفضل أيضا الجهود المصرية الباسلة التي دائما ما تقف على يعني هذه القضية بشكل عام. إذن شكرا جزيلا للمتابعة، صحبتكم أنا رغدة بكري في هذه الساعة، إلى اللقاء.